مشكلة، هي مشكلة يعني مشكلتنا قبل ما تكون مشكلتكم يعني حقيقي يعني. فعشان كده كان الهدف من الاستقبال النهارده ناكد لكم ان يعني بنفس هذه المشاعر اللي عندكم عندنا كلنا من اول حقيقي يعني، علشان نصل الى حل هذه المشكلة اللي هي تعرفنا. وطبعا يعني مش كلام مجاملات يعني، بكلمكم يعني من قلبي، مش قلوبنا معاكم، قلوبنا معانا، لان زي ما قلت ده اخواتنا واولادنا وكلنا حريصين على سلامة كل مصري في الخارج. فتأكدوا ان احنا يعني بنعمل ونحدث يعني نحن بصفة دائمة حقيقي من ساعة ما حصلت هذه الواقعة، ونحن يعني بنتابع الموضوع عادية بتيجي على طول. فطالما مفيش أخبار سيئة فيعني ننظر ونتفائل في المستقبل القريب بإذن الله. يعني زي ما قلت النهارده يعني يوم عيد بالنسبة لنا كلنا، شكرا لكم جميلة ان احنا يعني نشعر بأمل وننظر ان احنا ان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقنا في جهودنا. وان احنا فندم احنا اولا مقدرين الجهد اللي بتقوم بيه الدولة